مساء الخير ومرحبا بكم في نشرة الصليط الجوية. أجواء خريفية مفاجئة في السودان مع استمرار هطول قذائف رعدية على عموم البلاد، متسببة في رؤية ضبابية على الطرقات الداخلية وخاصة الطريق إلى الديمقراطية. وننتقل شمالاً إلى لبنان، حيث الجو ملبد بغيوم رافقتها رياح تحريضية عاتية قادمة من أبواق إعلامية سياسية عونية تسببت في ظهور منخفض أخلاقي أدى إلى موجة قاسية من حملات ترحيل اللاجئين. وقد أوضح خبراء المناخ أن هذا المنخفض الأخلاقي قد يرتفع في حال زيادة الدولارات المقدمة من الأمم المتحدة. أما في أوروبا فيعم طقس مخادع مناطقها، مما تسبب في تعذر الرؤية على رئيسة المفوضية الأوروبية فأعمي على قلبها، وصارت تشوف الفصل العنصري ورد وقتل الأطفال ربيع والتطهير العرقي واحة زينت الصحراء. في تونس موجات قطبية جليدية ديكتاتورية حجبت شمس الحرية، والحكومة تحذر المواطنين من الخروج وسلوك بعض الطرق خوفاً عليهم من الانزلاق إلى السجن. هذه كانت العناوين، أترككم مع التفاصيل. حلقة جديدة. مساء الخير، رجعنا من الإجازة، اشتقتوا لنا، احنا كمان اشتقنا لكم. اي انا خاطري افهم ليش انت اللي لازم دائما تقدم الحلقة؟ لانه انا المسيحي جاسم، يعني انا الوجه الحضاري، انا اللي بتورى للناس. ما تزعل، انت كمسلم لك ادوارك. انا عندي تقسيمة طائفية. قمر، مين اشطر ناس بالبيئة؟ مين؟ معروفة، بس تطلعي على الجبل شو بتقولي؟ اخوان الدروس، حزب الاشتراك، دي بيهتموا بالطبيعة، برعاية وليد جنبلاط. صح. مين اشطر ناس الاستثمارات وجلب الاستثمارات والبزنس وإلى موانئ الموارنة؟ لا استنى، مين هن اللي بيقدروا يكونوا واجهة ثقافية، واجهة إعلامية، واجهة سياحية، واجهة تعليمية، واجهة حضارية؟ مين بيقدر يكون يقوم بهذا الدور غير المسيحيين؟ ومين بيقدر يحمي كرامة اللبنانيين؟ من هن اللي قدروا دعوسون للإسرائيلية لما فاتوا؟ خلينا نقول هن كل اللبنانيين، بس خلينا بالتقسيم الطائفية اللي عم قولها، أعطيه أمن وأمان للشيعة. شايفين؟ أنا المسيحي الوجه الحضاري اللي بتورى للناس، أنتوا كسنة استثمار، استثمار، بس بدنا شيعي، في بينكم شيعي؟ لا لا ما في، كلنا سنة. ما طب بدنا حدا يحمينا، مين يحمينا؟ بدنا شيعي. طب أنا بعرف واحد شيعي بس سوري. لا 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 لا، سوري شكرا، ما بدنا، خلاص بالنهاية حقه يرجع على بلده، وما ما فيش داعي تجيبوا لهم على الاستوديو، بعد في شغلة ما أخذوا. في لبنان عم بتصير حملة تحريض إعلامية حكومية سياسية ضد اللاجئين السوريين. هذه المشاهد على طول كورنيش المارينا في دبي، وصولا إلى نهر الكلب، فوضى وزحمة رواد والنفايات مرمية على الأرصفة. منهم من يمضي أوقاته مع العائلة لأن الأوضاع لا تسمح بارتياد المطاعم. بلد سوريا صرنا مش لبنان، شيء بخوف. أسفاً على الدولة اللبنانية، عم تشوف هالمظاهر وهالمناظر. وانت شايفة السوريين بالبلد أكلونا. أكلونا، والله معك حق يا صاحبي، أكلونا السوريين، أكلوا كل شيء وتركوا اللحية. لك شو عم بتساوي؟ عم باكل مواطن لبناني، تفضل. طلع لي شعرة. أما السوريون فمبسوطين أكثر من اللبنانية. أنا بوضعي أنا مبسوط أكثر من سوريا، عندي هون بلبنان. شكلك مبسوط أكثر من اللبنانية. هي النازح يرفع إيده. شوفت عينكم يا جماعة، نازح سوري مكيف ومبسوط وعم بيحتفل ويترقص بدل ما يكون قاعد بالزاوية عم يبكي كل الوقت. عم تستفزني واقف فرحة. ما بقدر. خلونا نحكي شوية جد. لبنان بلد صغير، وجود هذا العدد الكبير من اللاجئين في بلد صغير زي لبنان يعتبر أمر مرهق جداً وحمل ثقيل جداً على هاي البلد. هل هاي المعلومة صحيحة؟ قد تكون صحيحة، لكن في حال كانت صحيحة فالسبب مش اللاجئ السوري. الحكومة اللبنانية والزمرة الحاكمة استغلوا هاي الحقيقة وعملوا حملة تحريض على اللاجئين السوريين. ليه عملوا هيك؟ عملوا هيك عشان يريحوا لبنان ويريحوا الشعب اللبناني؟ لا، عملوا هيك عشان يكسبوا شغلتين. الشغلة الأولى شماعة، بدهم شماعة، بدهم يرموا
وفشلهم والأزمة الاقتصادية اللي تسببوا فيها على اللاجئين السوريين، الأزمة الاقتصادية اللي كانت حتصير سواء في لاجئين أو ما في لاجئين. الشغلة الثانية المصاري، الحكومة اللبنانية عم تبتز المجتمع الدولي عشان يعطيهم مصاري أكتر مقابل احتواء أو احتضان اللاجئين. وفي عنا طبعاً وئام وهاب اللي طلع وحكى إذا ما بتعطونا مصاري بنرمي اللاجئين بالبحر. أنا اليوم خيي لما عندي مليونين ناجح سوري وبدوش يدفع لي الأوروبي، بسيطة أنا بعطي أمر للأجهزة يركبوا لي شوية سفن وبعطوا على أوروبا، بسيطة. أردوغان منه أحسن منا، كبلك هم بالبحر أنا وخدهم. صح يا جماعة الخير، المواطن اللبناني تعبان جدا ومرهق جدا واللي فيه مكفي، والمواطن اللبناني في كتير أوقات عم بيشوف إنه المساعدات عم بتروح بس للاجئ السوري، مع إنه هو كمان بحاجة مساعدات. إنه ليش عم بتساعدوا السوري بس، ساعدوني أنا كمان، ما بدي تقطعوا المساعدات عن السوري بس أنا كمان ساعدوني. كله هذا صح، بس ما بيزبط تخلوا الإحباط يخدعكم ويحسسكم إنه الوضع اللي أنتوا فيه سببه اللاجئ السوري، لا، سببه الزمرة الحاكمة. الزمرة الحاكمة هي اللي وصلت الوضع لهذا السوء، هي نفسها الزمرة الحاكمة اللي كتير أصحاب كتير بيستيز كتير بي اف اف مع النظام السوري اللي طفش هدول الناس. نفسها الزمرة الحاكمة اللي مش بس صحبة مع النظام السوري، لا، بتقاتل معه، فزادت عدد اللاجئين في لبنان وغير لبنان. أنت كمواطن لبناني واللاجئ السوري، أنتوا الاثنين ضحايا هاي الشلة. بس يا نيكولاس، اللاجئ بالنهاية حقه يرجع بلده، صح؟ حقه يرجع بلده، بس مش هلأ، مش حالياً، مش بهاي الآلية، مش بهاي العشوائية، مش بهاي الطريقة، مش بهاي البساطة. بعدين يا جماعة، هل يا ترى رح نطلب من المقاتلين اللبنانيين الموجودين في سوريا إنهم يرجعوا على لبنان؟ لأنه أعداد كبيرة من اللاجئين سببها فصيل لبناني مقاتل بسوريا بديش أحكي اسمه، أنتوا عارفينه. يا نيكولاس، هاي مجرد تفاصيل بتنحل مسألة وقت. خلص سوريا أصبحت آمنة. سوريا أصبحت آمنة؟ جد؟ هاي أكبر كذبة عرفها التاريخ بعد الأرض الكروية. لا، سوريا ما أصبحت آمنة. عن أي سوريا أصبحت آمنة بتحكوا؟ سوريا النظام اللي عم تستنى الشباب ييجوا عشان تعتقل نصهم وتجند نصهم إجبريا؟ ولا سوريا قصد قوات سوريا الديمقراطية اللي عم بيخطفوا شباب وبنات كرد عشان برضو يجندوهم إجبريا؟ ولا سوريا المعارضة اللي سجونها مليانة ناس وحابين برضو يملوها بزيادة؟ عن أي سوريا آمنة بتحكوا؟ خبروني. ويا سيدي، إذا تجاوزنا كل هاد، اللاجئ السوري وين يرجع؟ على بيته؟ بح. سبويلر أليرت، بطل في بيت، راح. بح. النظام السوري عفشه. بعد ما النظام السوري عفش بيت اللاجئين، عفش البيوت نفسها وعطاها لناس تانيين. فاللاجئ وين يروح؟ فيا مواطن لبناني، يا أخوي ويا حبيبي يا مواطن لبناني، مش قصدي أزيدها عليك ولا أقلل من ألمك ومأساتك ومشاكلك ومصايبك. بعرف اللي فيك مكفيك، بس اللي فيك وفي اللاجئ السوري سببه مش اللاجئ السوري ولا أنت، سببه الشلة الحاكمة بسوريا ولبنان. الله يعينكم أنتوا الاثنين عليهم. طبعا كلامي مش موجه بس للبنان، لا، كمان للأردن، مصر، تركيا وكل الدول اللي محتضنة لاجئين. صح، من حق اللاجئ نهاية في نهاية المطاف يرجع وطنه، بس مش هلأ، مش بهاي الآلية، مش بهاي البساطة، مش بهاي السذاجة، مش بهاي الطريقة. وعلى سيرة الحقوق، يا حقوقي أنت يا إنساني يا كيوت، كمان من حق الإنسان لما يحس بخطر يلجأ لمكان آمن. وإعادة اللاجئ لوطنه غصب عنه هي إعادة قصرية مش حقوق. من أهلنا بسوريا ولبنان ننتقل إلى أهلنا بالسودان. هل يا ترى في أي تغيير؟ لا، ما في أي تغيير. التغيير الوحيد هو على أهلنا في السودان اللي وضعهم للأسف من سيء لأسوأ. أما بالنسبة للأطراف المتنازعة حميتي وبرهان، فالوضع هو هو بدون تغيير، same same but different. كل طرف فيهم شايف إنه هو بيملك الشرعية، كل طرف بلوم التاني إنه أنت السبب باللي صار، كل طرف بيتهم التاني إنه هو اللي خرق الهدنة، كل طرف بيحكي على التاني انقلابي. وبهاي أنتوا التنين صح، نتفق معاكم، لأنه أنتوا التنين انقلابيين. يعني ما في جديد، ما في جديد يا نيكولاس. لا، في جديد، في جديد. ولو الجديد إنه جماعة حميتي عم بتهموا جماعة البرهان إنهم إخوان إسلاميين متطرفين متشددين إرهابيين. وبصراحة هاي جديدة، جديدة. بالعادة العسكر بتهموا هذا الاتهام للشعب، بس عسكر يتهم هذا الاتهام لعسكر، هاي جديدة، جديدة بس مش الكبيرة. طب وين الكبيرة؟ هاي الكبيرة. شبه المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع يوسف عزت في مقابلة مع قناة إسرائيلية، شبه الهجمات التي يشنها الجيش السوداني على قواته
لهجمات حركة حماس الإرهابية وفق قوله ضد إسرائيل. ما نتعرض له تعرضت له إسرائيل آلاف المرات من المجموعات الإرهابية، كما هي حماس وغيرها من المجموعات الإرهابية التي يعرفها الشعب ويعرف إرهابها الشعب الإسرائيلي جيدا. يا شباب حميتي عم ببدع، الزلمة عن جد عم ببدع والله. أنا مش قصدي أصف مع طرف ضد طرف، بس يعني حميتي عم بيكون كرياتيف وأنا بحب اللعب الحلو. برافو حميتي، برافو. يا نيكولاس أنت مش فاهم حميتي، الزلمة عم بطلب مساعدة ودعم من الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير مباشر. والله أنت اللي مش فاهم حميتي، لأنه هو عم بطلب مساعدة من الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر. عينك كنت عينك، هو والبرهان عادي وش من فوق الطاولة. يعني حرفيا حميتي والبرهان عم بيقلدوا الرئيس فرات بمسلسل ابتسم أيها الجنرال. ما هو هذا حرفيا اللي صار بالمسلسل ابتسم أيها الجنرال. فرات الطاوش مع عاصي، جيش فرات مع فرات، وجيش عاصي مع عاصي. فرات بده يفوز على عاصي، فشو عمل فرات؟ طلب مساعدة من إسرائيل. بلا سبويلرز. ما هو يا إما جماعة المسلسل بتنبأوا بالمستقبل، يا إما عن جد حميتي وبرهان عم بخطوا أفكار، عم بصروا أفكار من المسلسل. الله يسامحك يا مكسيم خليل وعبد الحكيم اقطفان، عم تعطوهم أفكار. لا بمزح طبعاً، هم مش عم بعطوهم أفكار ولا بتنبأوا بالمستقبل، ولا حميتي والبرهان عم بخطوا أفكار من المسلسل. بكل بساطة هيك هم العسكر، نسخة واحدة من 75 سنة ما بتغيروا. على سيرة مسلسل ابتسم أيها الجنرال، اسكتوا، مش الجنرال ابتسم. ومش قصدي عن مكسيم خليل في اللقطة الأخيرة بالمسلسل، لا قصدي بشار الأسد. بشار الأسد جكارة بالمسلسل، قد ما المسلسل وجعه اتصور هو وعيلته مبتسمين بالقصر عشان يردوا عليه. فتح ما شاء الله، فتح طول عمري بحكي عنك يا بشار الأسد، فتح حيدر تاعك بالقصر عبقري. اتصور هو وأخوه وعمه تحت القائد الخالد. شو الحلاوة هاي؟ شو كنت هالحلاوة هاي؟ انتو انتو حلوين، انتو بتتسوا انتو. على كل حال، احنا لما نسمع عن اخبار السودان ايش لازم نعمل؟ لازم نرفع ايدنا للسماء ونشكر الله انه وضعنا احسن من وضع السودانيين. كل واحد في حضراتكم وهو قاعد كده يرفع ايديه ويحمد ربنا ويشكر فضله على نعمة الامن. ناس مش حاسة، ناس تقعد في التكييف ومش عارفة اللي جاي من السودان ده ضرب النار بينام ازاي. لما تشوف اي حد في الشارع من جيشك بوسه، انا بقول لك بوسه. حجري علي لو يعمل ايه، حجري علي لو يعمل ايه. هالتحرش، انت بدك 120 مليون مصري كل ما يشوفوا عسكري يبوسوه؟ هي حرب البسوس. حرام يا احمد بوسه، حرام. لما نشوف شعب شقيق او مش شقيق ما بتفرق، لما نشوف شعب عايش مأساة المفروض نتعاطف معه، نتضامن معه، نحس فيه، مش نستغل مأساته عشان نطبل. عيب. ادخل اخبار دقيقه في دقيقه. مساؤكم مزين بالوان الاجاز. قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل غرابا وقطه وثلاثه كلاب وضبعا وخمسه فيله واربعه تيوس بتهمه معاداه الساميه. بعد سخريه ترامب من الرئيس الامريكي جو بايدن يرد: اصلا انت مين؟ أنا وين؟ شو عم بصير؟ بدي ماما، بدي ماما. بعد عودته إلى الحضن العربي، الرئيس السوري بشار الأسد يتدلع ويطلب سيريلاك. إغي أنت حلوة، أنت طفلة بدك سيريلاك أنت. إغي. بحسب شهود عيان، القائم بالأعمال العراقي في البحرين يدق جرس قصر ملك البحرين ويهرب ضاحكاً. شبكة نتفليكس تنتج مسلسلاً وثائقياً جديداً عن الحرب الروسية الأوكرانية، حيث سيلعب الممثل العالمي ويل سميث دور زيلينسكي، أما دور بوتين فستلعبه الفنانة ريهانا. وفي سياق متصل، تعاقدت الشبكة مع همتي دمتي لتمثيل فيلم عن حياة محمود عباس. سريلانكا تسدد قروضها للصين بقروض المكاك. خالدي الخبر حكاك. لا لا مشان الله، لا مشان الله، احنا بنلم مصاري وبنسدد القروض للصين، اما تبعتوا لهم مشان الله لا تبعتوا لهم اي نوع حيوانات جديد. والله تعبنا يا عمي، حبسنا سنتين واكلنا والله طلعت روحنا يا زلمه. طول بالك ونهي، طول بالك. كان معكم احمد بطيخ.
شكرا خالدي. قبل كم يوم زوجة الأسير خضر عدنان طلعت وحذرتنا من شغلي. الحقوا خضر قبل ما يموت، الحقوا خضر قبل ما تيجي يوم من الأيام على باب بيتي بهذا لكم تسمعوا وتيجي تطلبوا يعني تترحموا على الشيخ وتهتفوا لي كلياتكم يا شهيد ارتاح ارتاح ولا نواصل الكفاح. للأسف اللي حذرتنا منه صار. الأسير الشيخ خضر عدنان استشهد في سجون الاحتلال بعد 86 يوم من خوضه معركة الأمعاء الخاوية. الله يرحمه ويصبر أهله ويجعل مثواه الجنة. الشهيد كان واحد من مفجري معركة الأمعاء الخاوية، وهو ما خاض هاي المعركة مرة واحدة، خاضها 6 مرات، مرة ب 2005، مرة ب 2012، مرة ب 2015، مرة ب 2018، مرة ب 2021، وهاي المرة كانت آخر مرة وتكللت باستشهاده الله يرحمه. خلونا مع بعض نسمع وصية الشهيد قبل استشهاده ورسالة زوجته بعد استشهاده. يا شعبنا الأبي، أبعث لكم هذه الوصية تحية ومحبة وكل ثقة برحمته تعالى ونصره وتمكينه. هذه أرض الله لنا، فيها وعد منه، إنه وعد الآخرة. لا تيأسوا، فمهما فعل المحتلون وتطاولوا في احتلالهم وظلمهم وغيهم، فنصر الله قريب ووعده لعباده بالنصر والتمكين أقرب. سلامي لسادتنا ذوي الشهداء والأسرى، وتحياتي لهم وكل الأحرار والثوار. محبكم خضر عدنان، مشفر رملة. احفظوا وجوه أبنائي جيدا، فوالله ما ربيناهم إلا على العزة والكرامة. الله يرحمه ويصبرك ويخلي لك ولادك. طبعاً الاحتلال رفع حالة التأهب في سجونه عشان يمنع الأسرى من خوض أي معركة أمعاء خاوية، خوض إضراب يعني، وما بستبعد كمان يستمروا باحتجاز وخطف جثمانه أو يعتدوا على تشييع جثمانه وعلى جنازته. ما بستبعد أي إشي من هيك احتلال وسخ وهيك احتلال قذر. أما بالنسبة للفرع الثاني للاحتلال اللي ما بدي أذكر اسمه، اللي عامل حاله حزين على استشهاد الأسير خضر عدنان، حاب أذكركم إنه أنتوا كمان ما قصرتوا فيه، أنتوا كمان اعتقلتوه، أنتوا كمان أطلقتوا النار عليه. بتحبوا أذكركم شو عملتوا بزوجته لما كان معتقل عندكم؟ يا حياة علي جرحهم جرحي وفاق الجرح داسه، ساروا عساكر للعدو ويد العدو باسه. عشرات عينك، عشرات عينك وليك، ولا انت ولا مني زيك مغبر عبصار عسكري وليك. يوم بدك تغلط على عساكر تحترمي حالك. حرية حرية ولا حرية ولا يلا روح، فيش حرية، يلا يا عم روح، مناش على ما فيكم، يلا فشرت عينك انت وسدني عك يا قليل الأدب يا يا عيب الشوم. بس يا عيب الشوم، الحيوانات حست وانتو ما حسيتوا، الغراب حس وانتو ما حسيتوا، البس حست وانتو ما حسيتوا. آخر خبر معانا اليوم من العراق أو من الهند، بصراحة ما بعرف، مش متأكد، نشوف. ولم نأتي استيرادا من دول أخرى كما كان يدعي صدام الهدام عندما اتهم سكان هذا البلد الأصليين بأنهم جاءوا من الهند، ثم بعد ذلك عندما قاموا بتحليل DNA مالته تبين أنه هو الذي جاء من الهند. والله يا صديقي ما حدا هندي غيرك، ليس تقليلاً من شأن الهند ولا تقليلاً من شأنك ولا تقليلاً من شأن الأرجنتين، بس كمية البهارات اللي بالفيديو بتحسسني إنك هندي. شو يا حبي؟ إيش يا بابا؟ إيش يا بابا؟ من وين بيجيبوا هاي المعلومات؟ وبتنشر؟ لا شوف الثقة، واقف بثقة هو بيحكي، شوف الثقة. بعدين يا حبيبي بكفي نستخدم كلمة هندي وكأنها إهانة، أنتوا هيك عم بتهينوا 1,400,000,000 نسمة، عيب. هي واحد. اثنين، أبوس إيدك سكر على الموضوع، بلاش نتفليكس تسمعك وتقرر تعمل مسلسل وثائقي عن صدام حسين وتجيب أميتاب باتشان يلعب الدور. أبوس إيدك، مش ناقصنا. ما هي نتفليكس ما بتصدق، يطلعوا لنا جماعة كاري سنتريك. أكيد رح تسألني دورك مين رح يلعبه، واحد أرجنتيني. والآن أترككم مع دعسوقة الصليت الإخباري مروة الحراتي وفقرة
ينعاد عليكم يا جماعة. بمناسبة العيد صاير مشكل بين رضوى الشربيني وياسمين عز مع التليفون، لأنه ما بينحفظوا كتير كتار الحكيات. مهم، هيدي مرة ياسمين عز قالت البيت بفلوس الراجل، وتيجي مراته تقول له اقلع الجزمة علشان السجادة، ده أنا أحط فساتيني الماركات تحت رجله يمشي عليها. مش فاهمة مع أنه هي بدها يقلع من إجره عشان البيت يضل نظيف عشانه وعشانه للمقلعات، مش حينقص نصه قلها. مش مهم، بتقوم صفحة بتاخد هاي الجملة وبتكتبها على أساس مين قايلتها؟ رضوى الشربيني. ضيعوا بيناتهم لأنه اتنيناتهم بنات واتنيناتهم عيون ملونين، لأنه ما في فرق. بتقوم رضوى الشربيني بتعمل ريتويت وبتكتب وأنا أقول الكلام ده ليه؟ أنا ست عندها كرامة، كلام العبيد ده مش بتاعي. بتنط ياسمين عز بتقلها ويحك يا دعسوقة، لا بدنا نروق كمان، لا بدنا نروق، أنا ما فيني ضلني اتدخل بكل مشاكلكم، مشكل بينك وبين، أنا ما إلي علاقة تجرجروني بيناتكم، بعرف توثقوا بحكمي، بهمكن رأيي، بهمكن تعرفوا موقفي، بس أنا كمان عندي أشياء أعملها، أنا ما فيني أضيع عم بصلح بين العالم، أنتوا كمان كبار، أنتوا كمان كبار، كل وحدة فيكم تركز وتحط عقلها براسها. بس ياسمين، مهم بتقول ياسمين كرامة إيه يا أم كرامة بلاستيك أطرافها مطاط، طبعا هو مش مكتوب إنه هيك الصوت، بس بتعرفوا إنه هالجمل ما بينقروا إلا بهيك الطريقة. تمط وتنكمش حسب المصلحة والظروف المحيطة، هي مش مكتوب هي، بس إنه بتعرفوا إنه ما في هي. مهم بتصير تقلها هاي الأشياء، وآخر شيء بتقلها على فكرة أنت زيرو محتوى وزيرو أنوثة، لأنه الأنوثة معروفة هي إنه نطلع نحكي هيك بهاي الطريقة مع العالم، وأنا ما بدي أخذ طرف يعني، بس أنا ما أعرضوها. شيلونا من هالحكي يا جماعة، والله العظيم وضع العالم يعني شي بحزن، شي بحزن. تبقى انت عم بتقول انه والله في ناس مرتاحة ومتهنية ووضع منيح، تكتشف انه لا، ما حدا مرتاح، ما حدا متهني وما حدا وضع منيح. يعني في اكتر من انه رئيسة المفوضية الاوروبية انت بتشوفها بتقول يا ويلا هاي اكيد بتقبض معاش منيح، تأمين صحي وتأمين كامل بيكون تبع سنان وعيون، مش يبدو هيك ابدا، يبدو انه عم بيصيبها عمى تدريجي وما معها تصححه. هي نفسها هيدي رئيسة المفوضية الاوروبية اللي بتطلع كل سنة تحكي لنا عن حقوق الانسان تتبكبك ويدلي على حقوق الإنسان، طالعة تحكي لنا إنه يا الله يا الله هالإسرائيل شو حلوة، يا الله هالكيان العنصري اللي قائم على الفصل العنصري وعلى التطهير العرقي، مش معقول شو حلو، مثل واحة واحة بنص الصحراء. بس والله يا جماعة ما بعرف، أنا خايف يكون عم بظلمها، لأنه بالنهاية من شب على شيء شاب عليه. وبتشوفوا بأوروبا في هيك حب وتقدير لإسرائيل، بتصيروا أنتوا أول شيء تقولوا أنه يي ليش هيك، بعدين بتتذكروا أنه حرام حرام. طب ما هاو كانوا يبقوا مستعمرين مثلهم، انحرموا منا، ما فيوش الواحد يتفرج. يعني أنا كسرت إجري فينيش ألعب باسكتبول، فينيش أتفرج وشجع، عم بيشجعوا الجماعة. وهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. بتعرف شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام انه الان كما عودناكم لنعودكم دائما، اترككم مع فيديو الاسبوع. جكارة بفرحة. الاسم الكريم؟ اسمي بدرية مرسي. من مصر؟ اسكندرية. منعم منعم. طيب وش رايك بهالفعاليات المقامة؟ شايف احتفالات زي الفل، ربنا يخلي رامز جلال اللي خلاكوا تعملوا الاحتفالات الحلوة دي. رامز جلال؟ هو اللي خلى الدنيا كلها تبقى عاملة كده. يا جماعة شو عم بصير بالدنيا؟ اقسم بالله مش فاهم شو عم بصير. كليوباترا افريقية، صدام حسين هندي، وهلا اللي عمل الترفيه بالسعودية رامز جلال مصري. انا شكلي واقع باليونيفرس الغلط. انا لما كنت اسمع مالتي فيرس فكرتها خيال علمي بمارفل ودي سي، طلعت جد. رجعوني على عالمي، رجعوني على كوكبي، رجعوني على اليونيفرس تاعي، رح افقع. ما هو بصراحة معاه حق يزعل وينصدم، اللي عمل الترفيه بالسعودية مش مصري، تركي. تركي فهمتوها؟ تركي. كات. كان معكم نيكولاس خوري، مروة الحراتي، أحمد الخالدي، جاسم العلي، فريق العمل السريت الإخباري. واحد واحد، لنا لقاء آخر. أنت يا زكي، أنت ويا شو لابسين؟ مشمش خور. أول شيء هيدا نجاس، تاني شيء بتعرف شو معناتها؟ لا. هاي معناتها أنك سنجل. هلأ صارت الفاكهة سنجل؟ لك أنت مش مزوج؟ مش بتطلع تقول لمرته لخالدي عراقية؟ شو غاص الفواكه بالزواج؟ لحظة، هي عراقية؟ أنت فكرها سودية؟ الحمد لله محمود، توش لابس أنا؟